مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة الليلة من لازم نحكي. أزمة جديدة تخص المناهج الدراسية، هذه المرة بسبب التعديلات التي اقترحتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في منهاج وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي أثار حفيظة الوزارة وعددا من الأكاديميين والمتابعين الذين وصفوا هذه التعديلات بالخطيرة جدا وحذروا من انعكاساتها على المدى البعيد على الوعي الجمعي الفلسطيني، حيث تستهدف طلبة المدارس، واتهموا الأونروا بتحييدها للاحتلال من خلال إلغاء كثير من التعبيرات والصور التي توضح جرائمه بحق الفلسطينيين، كما اتهموها أيضا بطمس أو بمحاولة طمس الهوية الفلسطينية بإزالة خارطة فلسطين التاريخية وغيرها من التعديلات التي سنتناولها في حلقتنا الليلة مع ضيوفنا الذين نستوضح منهم المبررات والانعكاسات، ونستعرض أيضا ردود فعل أصحاب العلاقة وجهات الاختصاص. بداية نرحب بضيفنا من داخل الاستوديو الأستاذ ثروت زيد، رئيس مركز المناهج في وزارة التربية والتعليم. مساء الخير أستاذ. مساء الخير لك ولجميع المستمعين. أهلا وسهلا فيك. وأيضا مثل ما ذكرنا سينضم إلينا أصحاب الاختصاص أو أيضا أطراف العلاقة، سواء من الأونروا وأيضا من الاتحاد العام أو الأمان العام لاتحاد المعلمين أثناء الحلقة. لكن بداية أستاذ ثروت، دعنا نشاهد هذا التقرير الذي يعطينا صورة عامة عن هذه التعديلات، ومن ثم أكيد نتناولها بالتفصيل. من جديد، فجرت المناهج المدرسية أزمة جديدة بين وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، بعد اتهامات بشأن خطط لإجراء تغييرات تتعلق بمسائل وطنية في مناهج التعليم في المدارس التي تشرف عليها في الأراضي الفلسطينية. فحينما بدأت الوكالة بتدريب عدد من المعلمين في مدارسها على مواد إثرائية تتم إضافتها للمنهاج الأساسي في مدارس قطاع غزة لتشمل في المرحلة المقبلة مدارس الضفة والشتات في لبنان وسوريا والأردن، أثارت تلك المواد غضب المعلمين وأولياء أمور الطلبة، ورأوا أن ما تحتويه من مصطلحات وصور ورسومات تنافي الحقيقة وتضلل التاريخ والهوية الفلسطينية وتتعارض مع فكر اللاجئين وثقافتهم في حقهم في العودة إلى أرضهم ووطنهم. ورغم نفي الوكالة أن تكون المواد المضافة تمس بالهوية والتاريخ الفلسطيني، إلا أن النسخ عن تلك المواد تثبت عكس ذلك. وزارة التربية والتعليم من جانبها جددت رفضها للمحاولات المتكررة من الأونروا بأحق المناهج الفلسطينية، سواء فيما يتعلق بحذف أو تعديل أو إضافة أي مواد تتعارض مع فلسفة المناهج ومع ما تتضمنه الكتب المدرسية من مضامين تتصل بالهوية الوطنية والموروث الثقافي والاجتماعي والوطني الفلسطيني. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نرجع نرحب بضيفنا من جديد بالاستوديو الأستاذ ثروت. كما استمعنا للتقرير أستاذ ثروت، الحقيقة أيضا يعني عند البحث على هذه التعديلات التي تحاول الأونروا إدخالها، وهي ليست المرة الأولى الحقيقة التي تحاول فيها ربما إدخال بعض المصطلحات أو التدخلات في المنهاج الفلسطيني، لكن بداية مثل ما ذكرنا في البداية هناك بعض التدخلات التي تمس الثوابت الفلسطينية، الهوية الفلسطينية. نتحدث عن إلغاء خارطة فلسطين التاريخية، نتحدث عن إلغاء تحييد الاحتلال كما ذكرنا. يعني ما بدي أطرق لتفاصيل عديدة، بدي يعني أسمعها منك، اللي هي دقة صحة هذه التعديلات، توضح لنا إياها بداية أستاذ ثروت. مساء الخير. بداية يعني نتذكر جميعا أن المنهاج الفلسطيني بني على أسس واضحة، كانت رؤية وطنية واضحة تقول أن هذا المنهاج الجديد سيتحدث عن قيم، عن ثقافة، عن توظيف التكنولوجيا في عمليتي التحرير والتنمية. ومجرد أن نقول عملية التحرير والتنمية، هذا يعني الوطنية والمواطنة، ربط العلاقة أو تعزيز العلاقة ما بين الأرض والإنسان، وأيضا هذه العلاقة الناظمة ما بين المواطن والدولة وفق مرجعيتين رئيسيتين. المرجعية الأولى القانون الأساسي الفلسطيني، والقانون الأساسي الفلسطيني في مواد واضح، المادة الرابعة على سبيل المثال أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، أن المواد الأخرى تتحدث عن عمليات لها علاقة في فلسطين وفلسطين التي تقع
فلسطين التي كانت واقعة تحت الانتداب البريطاني هي وحدة واحدة لا تتجزأ، وفلسطين الشعب الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، والأرض الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من الأرض العربية. وبالتالي المنهاج عكس ذلك، المنهاج تبنى فعلا الجانب العقلاني بمفهوم الربط بين النظرية والتطبيق على قاعدة أن فلسطين هي البيئة الفلسطينية للمنهاج، هي بيئة التطوير، وبالتالي يأتي هذا المنهاج يتحدث عن السياق الحياة الفلسطيني. في المرحلة الأولى عندما صدر المنهاج من واحد لرابع أساسي، ظهر من ظهر من أصوات وقد تكون نشاز حقيقة عندما تتحدث عن هذا المنهاج وتريد تغيير فيها، وخاصة عندما ينعت هذا المنهاج بالإرهابي. نعت بالإرهابي لأننا تحدثنا عن الشهداء، لا يوجد بيت في فلسطين لا يوجد فيه شهداء. العدو الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي أو الاحتلال الصهيوني، من الذي يقول عن المنهاج الفلسطيني أنه إرهابي؟ الأونروا؟ الاحتلال، خلينا نقول العنوان الرئيسي هو الاحتلال ومن ينساك معه. الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح يقول أن هذا المنهاج إرهابي لأنه تحدث عن الشهداء، وبالتالي أن تأتي أي جهة تحاول أن تغير كلمة شهيد بكلمات أخرى لن يكون هذا مقبولا لا فلسطينيا ولا على مستوى المناهج. هل هذه من ضمن التعديلات؟ نعم، كان هناك بعض التعديلات. يعني احنا سمعنا عن انه القدس، يعني استبدال عبارة القدس عاصمة دولة فلسطين للقدس مدينة مقدسة، مدينة في الديانات السماوية. نعم. الإنجليزية والإبراهيمية، بالإنجليزية والإبراهيمية. ايضا فيما يتعلق بصور الاحتلال، جرافات الاحتلال التي تقوم بهدم المنازل، أيضا إلغائها هنا، وكأنه تبرئت الاحتلال من جرائمه، يعني وكأنه حاولت أنه الاحتلال غير موجود يعني في منهاج فلسطين. أنا سأكون أكثر دقة، عندما نقول أن القدس نحولها من القدس عاصمة دولة فلسطين، إذا القدس مدينة مقدسة، هذا مثل ما أقول مكة مدينة مقدسة، لكن صح. القدس فلسطينية وليست مدينة مقدسة، القدس في قدسيتها أنها فلسطينية بالنسبة لي كأولوية كفلسطيني، هذا جزء. عندما على سبيل المثال في بالمناهج التعديل في الوكالة هو التعديل في الإثراء بالمناسبة، عندما تحدثوا عن الأسير كانت واردة في الكتاب لدينا أنه عندما خرج الأسير استقبله الناس على جانبي الطريق، فقلبت من الأسير إلى الأمير، تحول من مفهوم تحرير إلى مفهوم عبودية بالمناسبة. عندما يتم الحديث عن المرأة الفلسطينية التي تحضن شجرة الزيتون في منطقة جنوب نابلس، والجرافات الإسرائيلية تحاول قلع هذه الشجرة، وكأنها تبنت الوكالة الرواية التي تقول أن المرأة الفلسطينية في طبعها هي مرأة عنيفة ومرأة شرسة، علما أن المرأة الفلسطينية لم تمثل العنف والشراسة بل ارتبطت بالشرف. عندما نقول شجرة الزيتون كفلسطينيين هي شرف، والمرأة الفلسطينية والأم الفلسطينية هي شرف، وبالتالي الشرف تماسك مع نفسه. هذا منظورنا، ليس منظور أن المرأة الفلسطينية شرسة أو لبوة كما تدعي الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذا النص الروائي الإسرائيلي يحاول بطريقة أو بأخرى أن يفرض نفسه على بعض المواد، وخلينا نكون دقيقين، هي مواد إثرائية، ولكن الكتاب المدرسي، الكتاب المدرسي الذي تم تعداده من قبل وزارة التربية والتعليم وبعنوان بمركز المناهج الفلسطينية، لا يمكن للوكالة أو لغير الوكالة أن تمس به لعدة أسباب. على فكرة أن هذا المنهاج وضع رؤية فلسطينية وبرواية فلسطينية، وأيضا لا يحق للوكالة وفق مادة 56 على ما أظن أن تتدخل الوكالة في المناطق الخمس، يعني الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، لبنان، سوريا. ليس من حق الوكالة أن تحرف في المنهاج القائم هناك، وحتى إذا أرادت أن تضيف مادة جديدة عليها وفق النظام الفلسطيني أن تأخذ موافقة وزارة التربية والتعليم. حتى المادة الإثرائية التي تتحدث عنها عليها أن تأخذ موافقة وزارة التربية والتعليم، رغم أن الإثراء بحد ذاته نحن نشجعه إذا كان الهدف توضيح المنهاج وليس محاولة استبداله. ورغم أننا نثق جدا أن الفلسطيني أو معلم أو مدير مدرسي أو مدرب لا يمكن أن ينحدر بهذا الانحدار، وخاصة أنه بتحدثوا عن فئة أصلا متضررة بشكل واضح. يعني عندما على سبيل المثال من ضمن مقولة الوكالة تريد أن تغير كلمة يافا وتضع المثال عن نابلس، عندما ذكرنا يافا ذكرناها بالاعتماد على القانون الأساسي الفلسطيني، يافا مدينة فلسطينية، وحيفا مدينة فلسطينية، وعكا مدينة فلسطينية، ونابلس مدينة فلسطينية. الآن أن يافا محتلة منذ عام 48 هذا موضوع آخر، لكنها مدينة فلسطينية والقدس مدينة فلسطينية. وبالتالي أو تحاول مرة أخرى في بعض الحالات القدس الشرقية، لم نذكر قضية قدس شرقية وغربية، لأن القانون الأساسي الفلسطيني كان واضح، القدس
القدس هي قدس ولا يوجد قدسان، هي قدس واحدة، وبالتالي هذا المنحى الذي نتحدث عنه. طيب أستاذ ثروت، يعني كل هذه التفاصيل التي ذكرتها سينعكس أو سنلمس أثرها على المدى البعيد عندما تستهدف هذه المناهج الأطفال طلبة المدارس. إحنا نحكي عن وعي، عن تنشئة، عن أجيال، وهنا نعيد يعني مقولة الاحتلال، نكرس هذه المقولة أن الكبار يموتون والصغار ينسون. إحنا نؤثر على الوعي الجمعي الفلسطيني. كيف ستكون تدخلات الوزارة فيما يتعلق بهذه التعديلات؟ أختي العزيزي، يعني هو ولا مرة بيكون المعلم الفلسطيني بهذا البساطة بحيث أنه يستطيع يؤثر عليه مجرد ورشة تدريبية أو تدريب أو حتى مادة إثرائية تقوم بها الوكالة أو غير الوكالة. بالمناسبة في بالنسبة لنا كوزارة التربية والتعليم، إحنا نثق جدا بمعلمنا الفلسطيني سواء كان في مدارس الوكالة أو في المدارس الحكومية، وهو دوره كبير جدا بالمناسبة، يؤثر بشكل أو بآخر. إذا حاول أي إنسان فلسطيني أو غير فلسطيني أن يسير بعكس التيار ويحاول أن يهمش صبارين وإم الشوف وغيرها من الكرة المدمرة، سيكون من ضمن الأطفال خاصة في الوكالة من علموا أهله وأمه وأبوه أنك أنت من صبارين، أنت من اللد، أنت من شوفي، أنت من كذا، وبالتالي هذا الطفل لن يعني سيكون معاكس لفترة الطفل. نحن بالفترة كفلسطينيين الآن هذا الجزء. الجزء الآخر، إحنا بالتفاوض مع الوكالة خطوطنا مفتوحة ما زالت مع الوكالة ونحاور الوكالة بشكل جيد ونتفهم ظروف الوكالة. بالمناسبة نحن نتفهم ظروف الوكالة والضغوطات التي تعاني منها الوكالة، ولكن في نفس الوقت لن نسمح للوكالة بأي حال من الأحوال أنها تحاول تتدخل عنا كثير من الطرق. تقصد الضغوطات الدولية والتي طبعا يقودها اللوبي الصهيوني الإسرائيلي؟ بلا شك، بلا شك، وهي ليس اللوبي، يعني اللوبي الصهيوني بشكل عام. ونحن في المناسبة نسمى الاحتلال في الضفة الغربية في مناهجنا الاحتلال الصهيوني، يعني نتفق عليه. نعم، نتفق عليه أنه هذا الاحتلال يسمى هنا الاحتلال الصهيوني. في منطقة 48 هو اسمه الاحتلال الإسرائيلي، وقبل 47 اسمه المشروع الصهيوني. وهذا احنا هي ليست تغذية لأطفالنا بقدر ما هي إسعاف فقط أو إنعاش للذاكرة. صحيح فقط. صحيح صحيح، وهذا ما تبقى لنا الحقيقة. نعم، يعني هي نعم، ذاكرة نعم، الجمعية الفلسطينية. نعم، في الوقت اللي احنا عم نخسر فيه الأرض وعم نخسر فيه كل ما نملك الحقيقة، يعني من جراء انتهاكات الاحتلال المتواصلة، بقي لدينا هذه الأجيال. نعم، التي ستحمل هذه القضية وتجعلها حية. حتى يعني حتى تكون من يحاول أن يعبث المنهاج أو ككتاب مدرسي موجود في كل بيت. وإحنا متعودين كفلسطين أصلاً فيش تجارة قدامنا إلا رأس المال المعرفي، وبالتالي كلياتنا إحنا بنلجأ. فالكتاب إذا وجدنا إنه في معلم عنا قال أن القدس هي مدينة مقدسة، طب الكتاب موجود في البيت، مهور طالب روح في كتابه على البيت وبدو أهله يفتحوا الكتاب. الكتاب مش موجود فيه، هيك مكتوب فيه طيب. القدس عاصمة فلسطين. وإحنا نتحدث عن الصف الأول الرابع مبدئيا من هذه التدخلات. بالمناسبة هم تدخلات من أول رابع ومن خامس لتاسع، حاولوا حاليا المحاولة الجدي عندهم من خامس لتاسع. ولدينا بعض المعلومات بنفس المعنى على فكرة، تدور حتى الآن تحت عنوان هم الحياد. هذا الحياد وحطه بين قوسين. نعم، هذه يعني هذه وحقيقة ليس حياد. ما المقصود بهذه المبررات؟ يعني حياد ماذا؟ حياد وليس حياد، يعني عندما تقول هذه طمس الحقائق، عندما تقول أن القدس مدينة مقدسة هو حياد، هو ليس حياد. القدس فلسطينية، القدس لما تقولي لي القدس مدينة مقدسة هو ليس حياد، هو لا، هو انحياز للطرف الآخر، هو انحياز للرواية الأخرى. الرواية الفلسطينية القدس عاصمة فلسطين، الرواية الأخرى تقول أن القدس عاصمة إسرائيل. الآن تأخذ رواية أن القدس مدينة مقدسة مثل ما قلت لك، وعكا مدينة مقدسة والناصرة مدينة مقدسة، بس الناصرة فلسطينية وعكا فلسطينية ونابلس فلسطينية والقدس فلسطينية. إذن أي انحياء، أي رواية غير الرواية الفلسطينية هي رواية تأخذها من الطرف الآخر. والطرف الآخر بالنسبة لنا واضح، اللي هو قاعد يتهمنا حتى يعني مجرد ذكرنا في كتبنا كلمة شهيد وصفنا بالإرهاب، رغم أنهم يذكروا الضحايا. عندما وصفنا مدارسنا بأسماء شهداء نسوا أن جامعة اسمها جامعة بن غوريون، وعند الشوارع موجودة في تل أبيب أو غيرها بأسماء اللي هي التواريخ اللي بسموه التاريخ اللي لهم، اللي هم عبارة عن عصابات أصلا. وبالتالي إحنا عندما نتحدث عن شهداء مثل أبو عمار، مثل أبو جهاد، مثل غيره، كل الشهداء. يعني زي أستاذ ثروة تحدث أنه هناك خطوط مفتوحة وأنتم على حوار. نعم، دائم مع وكالة. نعم، غوث وتشغيل لاجئين الأونروا. غير مبرر الحياد، يعني ما هي المبررات التي تقدمها الوكالة لهذا التغيير؟ وإحنا عندنا خلاف بالأساس على الحياد، يعني مصطلح الحياد بالنسبة لنا هذا ليس حياد، حياد وإنما
يعني إخفاء للحقيقة على الأرض. يعني القدس عاصمة دولة فلسطين، بعد ما أقول القدس عاصمة دولة فلسطين كل اللي بدك إياه، هذا اللي نتحدث فيه مع الوكالة. القدس عاصمة دولة فلسطين، القدس مدينة مقدسة نعم، بس القدس عاصمة دولة فلسطين. القدس فيها كنيسة القيامة وفيها المسجد الأقصى نعم، القدس فيها التاريخ العربي والإسلامي نعم، القدس أقرب أرض الله إلى الله نعم، بس أولا القدس عاصمة فلسطين. قبل ما أقول عن القدس أقرب أرض الله إلى الله، لأن أنا بهمني إن القدس أولا عاصمة فلسطين، وبعدها احكي اللي بدك إياه عن القدس، بس أول إيش قولي لي إن القدس عاصمة فلسطين، قولي لي أن يافا مدينة فلسطينية، وبعدها قولي عن يافا اللي بدك إياه، تغزل في يافا، تغزل في برتقال يافا، وفي كنائس يافا، وفي مساجد واللي بدك إياه. هذا ليس حيضا، هذا انحيازا حقيقة للاحتلال، انحيازا لرؤية الاحتلال. مجرد طمس كلمة أن القدس عاصمة فلسطين واستبدالها بأي لغة أخرى هو انحياز للطرف الآخر. صحيح صحيح، ويعني من المؤسف فعلا أن يعني أن تنساق الأنور وراء يعني كل الرؤية الإسرائيلية التي تحاول يعني طمس الهوية الفلسطينية وإلغاء يعني القدس أو ثوابت أو المساس بهذه الثوابت الفلسطينية. سأتحدث أكثر عن هذا الموضوع، لكن ينضم إلينا مباشرة عبر خط الهاتف الأستاذ حلمي حمدان، عضو الأمان العام لاتحاد المعلمين. مساء الخير. مساء الخير لحضرتك ولضيوفك الأعزاء. أهلا وسهلا فيك بداية أستاذ حلمي، كيف ترى الأمانة العامة لاتحاد المعلمين هذه التعديلات التي تحدثت عنها الأونروا، وما هي الإجراءات التي ستقوم بها الأمانة يعني لمحاربة إدخال هذه التعديلات على المنهاج الوزاري؟ نعم، يعني في البداية اسمحي لي أن نعبر في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في الوطن وفي الشتات عن اعتزازنا وفخرنا للمنهاج الفلسطيني الوطني بامتياز. هذا المنهاج الذي يعزز الانتماء لفلسطين، كامل فلسطين، وكما قال الأستاذ ثروت كما سمعت، القدس هي عاصمة فلسطين، ويافا وحيفا واللد هي مدن فلسطينية. التوجه في بناء المناهج الفلسطينية هو توجه وطني بامتياز. نحن في الاتحاد العام نعبر عن فخرنا في وزارة التربية والتعليم وفي مركز المناهج الفلسطينية وبكل الطواقم العاملة والعقول الوطنية الفلسطينية التي شاركت وساهمت في إعداد وتأليف وبناء هذا المنهاج، ولن نسمح لأي إمكان أن يمس هذا المنهاج وأن يتدخل في سياسة الوزارة الوطنية، خاصة في ظل الحديث عن الهجمة الصهيونية الاحتلالية والتحريض على هذا المنهاج وعلى رموز الوزارة وعلى المناهج، وبخصوص الأونروا وتدخلاتها السافرة. نحن نقول أن من واجب الأونروا أن تحترم الدولة المضيفة لها من خلال تطبيق سياساتها وبما يشمل المناهج التي تعتمدها الدولة أو السلطة القائمة والمضيفة لهذه الأونروا. وبالتالي من غير المقبول وهو تجاوز للقانون الدولي وللبروتوكولات وللدبلوماسية العالمية أن تتدخل الأونروا في سياسات الدول المضيفة لها. لذلك نحن نقول أنه الأجدى بالأونروا أن تذهب باتجاه فضح السياسي الاحتلالي الصهيوني في مناهجها التحريضية التي تزرع السم في هذه المناهج والتي مليئة بالعنف وبالإرهاب، والتي تعتبر أن الفلسطيني أو العربي الجيد هو العربي الميت. وبالتالي على الأونروا أن تقوم بالتضييق على الاحتلال. طيب استاذ حلمي، نعم. يعني هل هناك اي تواصل كان مع الأونروا في الوقت الذي تبرر هي من جهتها ان هذه التعديلات يعني بدعوى الوقوف على الحياد كما تقول؟ لا يحق لها ان تقوم باي تعديلات، هي فقط عليها ان تنفذ في مدارس التي تديرها المنهاج الفلسطيني، غير ذلك غير مقبول. ونحن في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين نمتلك من الأدوات والإجراءات والأساليب الكثير لوقف هذا الـ نعم. طيب كيف ستكون ردة الفعل أستاذ حلمي؟ يعني ما هي الإجراءات اللي ممكن تتبعوها في الاتحاد من أجل منع
يعني تدريس هذه التعديلات وإدخالها؟ يعني هل هناك موقف يعني من قبل المعلمين؟ الموقف سيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وكل المؤسسات الوطنية من أجل الوقوف في مواجهة هذه السياسة وهذه التدخلات، وبالتالي يعني خلال الأيام القليلة القادمة سيتم التشاور مع وزارة التربية والجهات ذات الصلة من أجل القيام بالخطوات التي ستحول دون أي تغييرات من قبل الأنوروا وغيرها على المنهج الفلسطيني. طيب أستاذ حلمي، يعني حضرتك عضو الأمان العام لاتحاد المعلمين، وإحنا بنعرف يعني أهمية المعلم يعني وعدم التزامه في أي شيء قد يمس بالثوابت الوطنية، دوره في ترسيخ الوعي الجمعي والحفاظ على الوعي الجمعي الفلسطيني. يعني حدثنا عن الأثر اللي ممكن تحدثه بالفعل مثل هذه التدخلات ومثل هذه التغييرات التي تلغي الاحتلال من المشهد، التي تبرئه من جرائمه، وأيضا تمس بالثوابت الفلسطينية يعني فيما يتعلق بالقدس وغيرها من المدن الفلسطينية. يعني من المعروف تاريخيا أن السلطات الاحتلال تدخلت في المناهج التي كانت في المدارس الفلسطينية فترة الاحتلال، وكان هناك بعض أو الكثير من القضايا التي تم حذفها ومنع تدريسها في المدارس، إلا أن المعلم الفلسطيني استطاع أن يدرس تلك المفاهيم وأن يزرعها في نفوس طلابه رغم عدم وجودها في الكتب التي تم حذفها، وبالتالي المعلم الفلسطيني هو حامي المشروع الوطني بغض النظر إن كان هناك في منهاج يتحدث عن القدس مثلا عاصمة فلسطين، فإنه يزرع في نفوس طلابه هذا الواقع الذي يعني قام بدور كبير حتى بدون أن يكون هناك مناهج وتتحدث عن القيم الوطنية والانتماء للوطن. نعم. وبالتالي نحن نعول على المعلم الفلسطيني الذي تاريخه يشهد وطنيته وعطاؤه وزرع هذه القيم في نفوس طلابه. نعم، أشكرك جزيل الشكر. قبل ما نختم بتحب تضيف أي شيء أستاذ ثروت؟ نعم. يعني بوجود الأستاذ حلمي. نعم، يعني كل تحية للأخ حلمي. يعني الرواية الإسرائيلية لما تتحدث عن فلسطين وأنه حتى الآن على سبيل المثال لم ترد في المناهج الفلسطينية ما يشير إلى إسرائيل، في المقابل أين كلمة فلسطين كلمة ككلمة واحدة في أي منهاج إسرائيلي؟ لأن المشكلة في الوكالة أنها تبنت الرواية الإسرائيلية، بحيث عندما حذفت خارطة فلسطين من كتب الصف الثالث والرابع مشان فقط لأنه مكتوب عليها فلسطين مشان نبين فيها نابلس ويافا، هي تسابقت بالفعل مش في القول، وهذا أخطر طبعا، هي تسابقت مع الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي وبالإضافة لما تحدثت عن القدس أو عن الأسير أو الشهداء وكأنها تبين مثل ما طرحت في السابق في مناهجها أو في كتاب سمته حقوق الإنسان وزعته في لبنان وسوريا والأردن وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية وحاولت إنها تصدره، الكتاب جميل جدا، لكن عندما تدخل في الخبايا تجد أنه بنظر للقضية الفلسطينية أنها قضية إنسانية وليست قضية وطنية. أنا هل قدبه يعني هل صحيح أني بدي أتباكى فعلا على الهجرة؟ أنا ما بدي أتباكى، قضيتي ما هي قضية أنا عادية، ولا هي قضية فعلا بكاء وعويل وإنه هذول الناس بدهم يأكلوا ويشربوا، ولا هي قضية يظهر الاحتلال وكأنه قضية يتسوق وطنية. الاحتلال الضحية مع الجلاد يعني. هي قضية وطنية مش قضية مجرد أفراد وين بدهم يسكنوا وين بدهم يأكلوا، لا هي قضية وطنية. بالنهاية إحنا بنصبر على الجوع بس ولا مرة رايحين نصبر على الظلم وعلى الاحتلال، وبالتالي قضيتنا لا هي قضية. يكفي معناه الشعب الفلسطيني. أستاذ حلمي بتحب تختم بأي شيء؟ تفضل. يعني أنا بحيي كمان مرة الوزارة وطواقمها ومركز المناهج على المنهاج الوطني، وكما قلت أؤكد على موقف الاتحاد أننا لن نسمح لأي كان خاصة الأنوروا ومن يتساوق مع الاحتلال في حملته التحريضية ضد المنهاج الفلسطيني نفسه، ولدينا الأدوات الكثيرة وسيكون هناك تنسيق على كل المستويات مع وزارة التربية والتعليم وكافة المؤسسات الوطنية، بالإضافة أننا نقوم بالتنسيق مع الاتحادات والنقابات العالمية للمعلمين
والنقابات العربية من أجل القيام بدراسة تحليلية حول المناهج الإسرائيلية والعنف الذي موجود بها من أجل محاصرتها وفضحها ومحاربتها. وخلال أيام إن شاء الله سيكون لدينا اجتماع في بغداد في المجلس المركزي لاتحاد المعلمين العرب، سنقوم بتبني دعم المنهاج الفلسطيني والوقوف بوجه الأنوروا والاحتلال بسياساتهم المتساوقة باتجاه المنهاج الفلسطيني. كل الشكر لمداخلتك أستاذ حلمي، وأكيد نثمن جهودكم عاليا. شكرا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى فاصل قصير، بعد الفاصل أكيد رح نستكمل حوارنا، بتمنى ترافقونا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة. أكيد مرحب بالأستاذ ثروة زيد من جديد، وأيضا بنحاول نتواصل مع الأستاذ عدنان أبو حسن الناطق باسم الأونروا في غزة. كان هناك تنسيق مسبق الحقيقة قبل الحلقة، لكن لا يمكن الوصول له الآن، يعني برجو زملاء في الكنترول معاودة الاتصال به، لأنه ضروري أكيد نسمع تبريرات الأونروا وطرحها فيما يتعلق بهذه التعديلات. أستاذ ثروة، يعني عندما تحدث عن الوعي وبنحكي عن المساس بثوابت وطنية، نعم. والحقيقة أنه إحنا كمان خلينا نعترف أنه هناك تراجع في الثقافة الوطنية بالأساس، نعم. ويمكن جاء هذا المنهاج من أجل أن يعود، يعني يعود بالسكة الصحيحة، يعود إلى الطريق الصحيح فيما يتعلق بالثوابت الوطنية والوعي. يعني ما الدور، يعني سواء على وزارة التربية والتعليم، على المعلمين، على حتى خلينا نحكي المسؤولية الوطنية لكل فرد، الحفاظ على هذه الثوابت، لأنها مثل ما حكينا في بداية حلقتنا هي كل ما نملك، هي ما تبقى لنا من أجل أن تبقى القضية حية. هي خلينا أوقف بس بشكل واضح جدا حتى تكون الأمور واضحة. إحنا بنعلم في طلابنا في المرحلة الأساسية من واحد لرابع أساسي قضايا إلها علاقة بالدولة المدنية اللي إحنا بنتمناها. الدولة المدنية مش راح تكون لطلاب الفلاحين ولا طلاب المدن بدون طلاب المخيمات، بالتالي لكل الفلسطيني راح تكون، حتى بما فيه اللي موجود في المهجر. الأصل هذه الدولة إنها تضم كدولة مدنية ديمقراطية عصرية فيها حقوق الإنسان والأسس الديمقراطية. الآن ما يكون في الوكالة حاليا ومن خلال وضع الأمور على وضع نقاط الحروف بشكل واضح، الآن هو ليس فقط انتهاك، ليس فقط انتهاك للثوابت الفلسطينية، هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي. بالمناسبة القانون الإنساني الدولي كان صريح وواضح أنه من حق كل شعب من الشعوب أن يتوفر له التعليم المناسب والذي يتفق مع حاجات هذا المجتمع. حاجة المجتمع الفلسطيني أولا وثانيا وثالثا هو للتحرير أولا بشكل أساسي، ومن ثم عملية التنمية الآن. وبالتالي قضية أنه نيجي نركز مرة واحدة على أنها القضية الفلسطينية قضية إنسانية، ونبتعد عن القانون سواء الإنسان الدولي أو وإحنا على فكرة صراعنا مع الاحتلال الجانب القانوني اللي فيه اللي بيهمنا هو القانون الإنسان الدولي، لأنه هذا القانون أتاح لنا أن نستخدم كل الوسائل المقاومة المشروعة، وكلمة مشروعة لأنه أصلا مش راح يصير عندنا نووي يعني حتى الآن حتى ولا كيماوي يعني، وبالتالي الوسائل المشروعة من أجل صد هذا الاحتلال. بالتالي هذول الأطفال اللي عندنا طلابنا، هل يمكن أن تكون ضد فترة هذا الطفل وأمه وأبوه وأخوانه وأخواته يوميا يتعرضوا سواء بالطريق من قبل الاحتلال أو على حواجز الاحتلال أو حتى دق البيوت الساعة 5 الصبح أو الساعة 4 الصبح قبل ما ينام الصبح بدري باكرا وتعال بدنا نعتقل أخوك، نعم. أو بدنا نعتقل، لا يمثل الواقع، لا يمثل الحياة المعاشة، نعم. يعني هل يمكن إني أجي على الأرض الفلسطينية؟ الاحتلال هو احتلال تحت الاحتلال، واحتلال وردي، لا يوجد احتلال وردي ولا يوجد احتلال سبع نجوم. وبالتالي الواقع بيكون في عنا شهداء، في عنا أسرى، في عنا كل بيت يعاني إما شهيد أو أسير أو أخوه أو ابن عمه بالنهاية. بالتالي هذا هو الواقع الفلسطيني. نعم، طيب رح نستكمل معك الحديث أستاذ ثروة، لكن ينضم إلينا مباشرة عبر خط الهاتف الأستاذ عدنان أبو حسن الناطق باسم الأونروا في غزة. مساء الخير سيد عدنان. مساء الخير.
أهلا وسهلا فيك، مرحب بحضرتك معنا، وأكيد يعني معنا من الاستوديو الأستاذ ثروت زيد رئيس مركز المناهج في وزارة التربية والتعليم. بداية، كيف تبرر الوكالة هذه التعديلات أستاذ عدنان؟ وأولا ما يوجد تعديلات على المنهج، المنهج ليس من حق الأونروا وليس من ولايتها أن تغير في منهج أو في المناهج التي تقرها الدول الأوروبية، والسلطة الفلسطينية تعتبر دولة مضية. ما حصل أن هناك مواد إفراطية، هذه المواد هي بجانبها، ولكن لا تعديلات على المنهج على الإطلاق. هذه المواد لا تتعارض مع الهوية الوطنية الفلسطينية، ولكن في نفس الوقت نحن منظمة تتبع الأمم المتحدة، ملتزمون تماما. طيب، بس خلينا نوضح أستاذ عدنان، عشان أيضا الأستاذ ثروت تتحدث عن مواد إثرائية، يعني وضحنا تماما كمان عشان المشاهدين، ماذا نقصد بالمواد الإثرائية؟ كيف يتم طرحها للطلبة؟ يعني عبارة عن، يعني هي كراسات يتم من خلالها طرح مادة بجانب المادة الأساسية، يعني لا اعتراض على المادة الأساسية. نعم، لكن كما ورد هناك تعديلات، هناك تعديلات واستبدال. تعديل. نعم. لا. استبدال لمثلا القدس عاصمة دولة فلسطين، نستبدلها بالقدس مدينة مقدسة في الديانات السماوية. مثلا صور الاحتلال نستبدلها بصور الاحتلال، مثلا على اعتداء على الأشجار نستبدلها بصور تصحر. كيف تبرر ذلك؟ يعني الأستاذ تحدث عن الدولة المدنية، نحن نلتزم بالقانون الدولي، نلتزم بالقوانين، القوانين الأممية، بقوانين الأمم المتحدة. هناك قرارات، هناك مبادئ أممية، لا تستطيع الأونروا أن تحيد عن هذه المبادئ وهذه القرارات. يعني نحن نتجه في هذا الاتجاه، ولكن في نفس، يعني نحن لا نقول للناس أنه يجب أن تكون محايدا، يعني لا يوجد شيء اسمه محايد على الإطلاق في العالم. أنا غير محايد، الأخ غير محايد، أنت غير محايد، يجب أن يكون هناك يعني موقف من قضايا، ولكن هناك في بوردر، في فريم موجود بالنسبه للامم المتحده، ان هناك قرارات وهناك قيم يجب الالتزام بها كمنظمه تتبع الامم المتحده وتمول من الامم المتحده. طيب، يعني معلش بدي ارجع معك على يعني مساله هذه المواد الاثرائيه، ما بدنا نحكي يعني مثل ما حكيت تعديلات، وانما مواد اثرائيه. مسألة على سبيل المثال خارطة فلسطين، هل هناك استبدال لخارطة فلسطين ب... لا، على الإطلاق. هو خارطة فلسطين يعني الآن هي خارطة فلسطين التاريخية، نتحدث عن التاريخية، موجود خارطة فلسطين التاريخية، ولكن سيدتي هناك اتفاقيات أوسلو ومنظمة التحرير الفلسطينية واعترفت بإسرائيل وبالنهاد، ويعني كل هذه الأمور. يعني لماذا يتم محاكمة الأونروا على أشياء السلطة الفلسطينية قامت بها واعترفت بها وعدلت مناهج من أجلها وما إلى ذلك؟ القضية لا تتعلق بالأونروا. طيب، يعني أشياء أبسط من ذلك. الأستاذ ثروة تحدث عن أنه كان في مدينة يافا على سبيل المثال تم استبدالها بمدينة نابلس، ونعرف أنه يافا المدينة الفلسطينية في الداخل المحتل، لماذا يتم استبدالها بمدينة نابلس في الضفة الغربية؟ هل هناك هدف من وراء ذلك؟ لا، يتم الإشارة إلى المدن، إلى يافا وحيفا كمدن، ولكن الآن في ظل القوانين الأمم المتحدة وقرارات الأمم، قرارات الأمم المتحدة يتم الإشارة إليها، إلى نابلس كما يافا، إلى كما كل المدن. طيب، ولكن ليس بالتحديد إلى مدن معينة. طيب أستاذ عدنان، إذن كيف ترى كل هذه المواقف وردات الفعل، سواء من المتابعين، من الأكاديميين، من الاتحاد العام للمعلمين، من وزارة التربية والتعليم، من اللجان الشعبية أيضا التي احتجت واعترضت واعتصمت لمنع هذه التدخلات أو هذه التعديلات أو هذه المواد الإثرائية، كيف تقيمها؟ يعني من حق الناس أولا أن تعترض وأن تبدي رأيها. نحن لسنا نظاما دكتاتوريا ولا نعرض على الناس آراء على الإطلاق، ولكن هذه المواد تم شرحها لوزارة التربية والتعليم وتم عرض هذه المواد عليها وتم عرضها على الاتحادات الموظفين وعلى اللجان وما إلى ذلك. وكيف كان موقفهم؟ يعني أنا لا أريد أن أتحدث عن مواقف، نحن شرحنا لهم، يعني نعم. وليس مطلوبا، يعني نحن شرحنا، قدمنا شروحات لهم
حول هذه المواد. طيب أستاذ عدنان، تحدثت أنه هذه المواد تم عرضها على تحديداً وزارة التربية والتعليم وأيضاً اتحاد المعلمين، اتحادات الموظفين، نعم اتحادات طيب يعني أستاذ ثروت رجاء نوضح لنا إذا كان هذا الكلام دقيق. مع احترامي للأخ عدنان، يعني المنهاج لا يعني بكل الحالات الكتاب المدرسي، المنهاج هو مجموعة الأهداف والإطار العام والخطوط العريضة لهذا المنهاج، وبالتالي أداء المعلم في داخل الغرفة الصفية هو منهاج. الشيء الآخر واللي أنا يعني أستغربه، المادة الإثرائية لا يكون فيها تعديل في المادة الأساسية، المادة الإثرائية هي مادة إضافية عادة تعطى لتفصيل المادة الموجودة في الكتاب المدرسي، وكيف لي أنا أفهم إذا كان السؤال أنا هل توزع الطلبة ولا فقط في يد المعلم؟ خليني أوضحه هو حتى يريد. يعني لا أدري كيف يكون مادة إثرائية إذا كان السؤال الطقس في المدن الفلسطينية، وهنحط بين قوسين المدن الفلسطينية مثل يافا ونابلس وكذا. لما السؤال كان الطقس في المدن الفلسطينية، شطبت يافا وتوضع بدالها نابلس أو رام الله وإلى آخره، مدن من الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا هو طعن بالمفهوم أصلا. صحيح. السؤال كان يقول أن فلسطين هي فلسطين، وأنت تقول أو الذي يثري كما يسمى، وليس إثراء بالمناسبة، الإثراء يعني أنا 32 سنة في التعليم ولا مرة بسمع أنه الإثراء أني بغير مفهوم وبحط مفهوم آخر. هل كلمة أسير أمير عندما توضع بدل أسير في الصف الثالث أساسي أو الرابع، هل هنا فعلا هذه إثراء؟ هذه بالعكس، هذه عبارة عن قلب للمفاهيم من تحرير إلى عبودية. عندما المرأة الفلسطينية اللي حاضنة شجرة الزيتون في نابلس، هل هذا فعلا ويتحول لمنظر طبيعي تحت عنوان للأسف العنف ومقاومة العنف؟ هل أصبح نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال الصهيوني عنف؟ المرأة الفلسطينية هي عنف عندما تحضن شجرة الزيتون؟ هذا عملية الخلط بالمفاهيم. الآن أن هذه المادة تم عرضها علينا كوزارة التربية والتعليم، لا، لم يتم عرضها، تم مناقشة مع مديرة الوكالة ومع مفوض الوكالة، وتم توضيح الأمر بشكل قاطع أنه لا يجوز أي تعديل في المنهاج. وبالتالي المنهاج كما أقول، المنهاج تعريفه كتربويين ولا مرة بنقصد فيه الكتاب، نقصد فيه أيضا المادة الإثرائية، ولا يجوز أن تكون المادة الإثرائية مخلة تتعارض مع المنهاج. لا. المطروح حاليا هو استبدال، يعني قضية التعريف هذه عندما نعرف، وأيضا أن محاولة فرض هذه المادة الإثرائية في المدارس تحت عنوان تدريب أو تحت عنوان أخرى، عناوين أخرى، هو أمر حقيقة غير منطقي وغير مبرر إلا إذا في تبرير عند الأخ عدنان. طيب سيد عدنان، كيف ترد وتحديدا على كل التفاصيل التي ذكرها الأستاذ ثروت، يعني كل هذه التغييرات التي تمس المفهوم بالأساس؟ أولا هي المادة لا توزع على الطلاب، توزع على المدربين والمدربين بصفة. ثانيا لا أحد يستطيع أن يمس الأونروا غير أن يمس أو يتعرض، يعني هذه المواد لا تتعرض مع الهوية الوطنية على الإطلاق. أنت لا ترى أنها تتعارض مع الهوية الفلسطينية؟ أنت لا ترى ذلك؟ يعني أنا عندما يعني تحديدا على النقاط التي ذكرها أستاذ ثروة، لا ترى ثروة يعني يا سيدتي نعم تفضل، يعني ريت توضح لنا وجهة نظرك. يعني دائما نكون نحن واضحين، يعني احنا يعني لا نريد ان نتحدث سواد والسياسه سواد وما الى ذلك. قوانين الامم المتحده وقرارات الامم المتحده والاتفاقيات التي وقعت نحن كمنظمه امميه نحترم. على سبيل المثال، يعني الناس تتحدث الان انه في السلطه، نحن نقول دوله فلسطين لان هناك قرار من الجمعيه العامه للامم المتحده، نتعامل مع هذه القرارات بحذافيرها ونحترمها. طيب هل الحذافير تفترض إلغاء صورة الاحتلال من المنهاج؟ إلغاء صورة المقاومة الفلسطينية من المنهاج؟ يعني كما ذكر أستاذ ثروت، إزالة صورة المرأة التي تحضن شجرة الزيتون واستبدالها بصورة طبيعية، يعني وكأنه الحياة جميلة. أنا بدأت أستاذ ثروت، في حدا غير الكتاب المنهج؟ المنهج الآن الذي يحمله طالب صف ثاني ابتدائي، هل تغير؟ يعني هل كان بقصد كتاب جديدة؟ أجاوبك أخ عدنان، إذا كنت تقصد الكتاب المدرسي، الكتاب المدرسي ليس من صلاحيات لا الوكالة ولا غير الوكالة. تمام.
أن تمس فيه، بالإضافة إن طباعة هذا الكتاب هو من قبل وزارة التربية والتعليم. نعم، أما كمنهاج أخ عدنان، كمنهاج حتى تكون الأمور واضحة، تحت عنوان مادة إثرائية ويؤتى بالمثال نفسه الموجود في الكتاب المدرسي ويحرف هذا الكتاب، أعتقد كما يحرف أي كلمة أخرى عندما يدخل الكتاب إلى داخل منطقة القدس. طيب أستاذ عدنان، أنت تقول أن التعديلات هذه ليست مفروضة على الكتاب لكن هي توزع على المعلمين بهدف طرحها للطلبة بالنهاية، يعني هي مش عشان تفضل. أنا يجب أن يكون واضحا أنه نحن يعني الأونروا الجميع يعرف كيف تمولها، وهذه المنظمة تمولها الدول، أهم ما. طيب يا ريت نكون واضحين أستاذ عدنان، إذا يعني إحنا يعني إذا كان في هناك مشكلة يعني ضغوطات دولية من قبل دولة الاحتلال من اللوب الصهيوني، خلينا نكون واضحين، نقول إنه هناك مطالبات دولية بتغييب الاحتلال عن المنهاج الفلسطيني، ونتيجة لأنه كيف يعني نتيجة سياسة التمويل وهذه السياسة الدولية يعني، بس ما ننكر يعني ما نقول إنه لا تمس الهوية الفلسطينية، لا تمس المفاهيم الفلسطينية. نعم، الأمم المتحدة نعم وكل ناطقيها، يعني كل الفلسطينيين كانوا يتحدثوا عن غزة أن غزة ليست محتلة بعد حسب القانون الدولي، غزة محتلة حسب الأمم المتحدة، تقول ليل نهار، هناك قوانين واضحة، والضفة الغربية محتلة أيضا وغزة محتلة، ونتعامل معها على هذا الأساس. لا يمكن يعني الحياد عن رؤى الأمم المتحدة في هذا الإطار. أنا أؤكد مرة أخرى، لا أحد يستطيع أن يضع شيء يتعارض مع الهوية الوطنية الفلسطينية، ولكن في نفس الوقت يجب الانتباه جيدا إذا أن الأونروا هذه المنظمة تقولها الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 60%. طيب اذا يعني نحن نعلم تمويل الأونروا ونعلم الضغوطات الدولية، لكن من المصيبة الأكبر أو المؤلم الأكثر أستاذ عدنان أنه نتحايل على الموضوع، نطرح الموضوع وكأنه لا يمس بالهوية الفلسطينية ولا يمس بالمنهج الفلسطيني، ويوزع على المعلمين ولا يوزع على الطلبة، وكأنه لا يوجد هناك أبعاد، لا يوجد هناك أجندة حقيقية من وراء هذه المواد الإثرائية أو التعديلات أو ما شئت أن تسميها. كلمة أخيرة من فضلك أستاذ عدنان، في الوقت اللي إحنا نعرف يعني كمان أنه الوكالة ليست من المفروض أن تتدخل يعني في مناهج الدول المضيفة. أوكي تمام، نحن لا نتدخل وليس من صلاحياتنا أن نغير أو نعدل، وليس من ولاية الأونروا، فقط القضية تتعلق بالمادة الإسرائيلية. يجب الانتباه أن الأونروا ملتزمة تماما بموضوع الحيادية، هناك قرارات وهناك قيم للأمم المتحدة ملتزمة بها الأونروا. الأونروا ليست منظمة فلسطينية، يعني لا تتمثل فيها النواحي الوطنية الفلسطينية. طيب يعني أستاذ عدنان، إحنا عندنا مشكلة مع كلمة الحيادية هذه، عندنا مشكلة فيها، يعني هل الحيادية إلغاء الاحتلال؟ هل هكذا ترى الأمم المتحدة القوانين الدولية؟ الحيادية في نظر الأونروا، كل شخص على فكرة، كل شخص يعني يدخل الأونروا ويوقع على وثيقة بأن يلتزم الحيادية وعدم الميل إلى العنف، ألا يكون عضوا في تنظيما مسلحا على سبيل المثال، ألا يستخدم العنف، الكثير من الأشياء هو يوقع عليها ويقرأها قبل الانضمام. طيب هناك طيب يعني الكثير يعني والمعارضين ونحن أيضا نرى أن هذه أستاذ عدنان ما زلت معنا؟ نعم يرى أن هذه المواد الإثرائية بين قوسين أنها تنساق مع رؤية الاحتلال الذي يرى يعني المقاومة إرهابا، ما رأيك بهذا الطرح؟ لم تتعرض الأونروا لضغط من إسرائيل في هذا الموضوع، الأونروا تتحرك ضمن سياق أممي عالمي، هذا السياق الأممي يفرض عليها أن تلتزم بالقيم الأممية التابعة للأمم المتحدة. لا ترى الأونروا من وجهة نظرها أن ما قامت به يتعارض مع الهوية الوطنية الفلسطينية على الإطلاق، هي مواد إسرائيلية ليست استبدالا للمنهاج ولكن إسراء بجانب هذا. نعم، يعني حقيقة إحنا مشكلتنا بأنه هي لا ترى، يعني لا ترى أنه هذه المواد تتعارض، لكن على كل حال أستاذ عدنان يعني أخيرا كلمة أخيرة، في حال أنه تم رفض يعني ووجهت هذه المواد أو التعديلات
برفض قاطع طبعا من وزارة التربية والتعليم ومن كل الجهات المختصة. ما الإجراء التي ستقوم به الوكالة وكيف ستتعامل مع الواقع؟ يعني هناك حوار مع كان قبل ثلاث أسابيع في غزة أسبوعين مع مجلس أولياء الأمور، مع أيضا اللجان الشعبية، سيكون أيضا حوار مع حدات الموظفين، والحوار مفتوح وقنوات مفتوحة تماما بيننا وبين وزارة التربية والتعليم والسيد وزير التربية والتعليم. نحن نتحاور حول النقاط الخلافية، يعني هو الاعتراف ليس على كل المواد، على بعض النقاط نتحاور فيها متأكدون سنصل إلى حل. نعم، أشكرك جزيل الشكر، انتهى وقتنا للأسف أستاذ عدنان، شكرا لك على هذه المشاركة. أستاذ ثروة، تعقيبك الحقيقة يعني على ما تفضل به الأستاذ عدنان يعني مؤلم جدا، أنه كمان أنه نلف لفة يعني ونقدم مبررات، بمعنى أنه إحنا ما بنشوف أنها تتعارض أو تسميات، وكأنه هي مواد إثرائية لا توزع على الطلبة، توزع على المعلمين، ليس لها أبعاد. يعني كيف ترى ذلك؟ يعني هو المبرر؟ يعني أنا فعلا الأخ عدنان، المادة الإثرائية كان بإمكان الوكالة أن تقوم بإعداد مادة إثرائية حقيقية وليست مادة إثرائية بديل للأنشطة اللي كانت موجودة في الكتاب. المادة الإثرائية لها فهمها التربوي، إنه أنت بتعطيها مشان تعزز فهم الطالب أو وعيه وإدراكه لقضية معينة، مش إنك تيجي للمثال نفسه والنشاط نفسه وتغيره. أنا بعتبرها طريقة مش ذكية حتى في عملية وضع المادة الإثرائية بحيث إنها انكشفت بشكل واضح إنها بديل للنشاط الموجود في الكتاب. يعني كنت أتمنى يكونوا أذكى من هيك بكثير، رغم إنه عندهم كادرهم الذكي جدا، بحيث يبتعد عنها، يعني يبتعد عن الحرفية، إنه التغيير فقط كان وكأني بدي أنا أتجاوب مع قضية العنف بالمفهوم الإسرائيلي، قضية لا قدس على اعتبار عاصمة، قضية يعني الشهداء، قضية الأسرة، قضية إلى آخره، حتى المنظور تحت عنوان نظرة إلى المرأة الفلسطينية على اعتبار النوع الاجتماعي، تستطيع أن يعني تدخل مفاهيم أنت رافضها كجانب وطني فلسطيني إطلاقا. الجانب الآخر أنا مستغرب، شو الجانب السياسي اللي الوكالة بتشتغل فيه سياسي؟ رغم انه يعني الاستاذ عدنان طرح انه هذه المواد الاثرائيه لا تتعارض مع المواثيق الدوليه، وحتى السلطه الفلسطينيه موافقه عليها، واللي بيقرا وبياخذ تمويل ايضا تطرق للتمويل بده يلتزم بكل التفاصيل هذه، وهو كان واضح في هذا الموضوع، كان واضح لما حكى انه الكل بيعرف من وين تمويل الأمم. طب ليش ما يكونوا صريحين، ليش ما يكونوا واضحين يعني، بس ما يحاولوا يقدموا هذه المبررات اللي هي كمان في يعني مؤلم انه يقدمونا اياها وكانوا احنا مش عارفين او مش فاهمين، لانه مش من غير المعقول انه يكونوا مدركين حقيقه انه هذا لا يمس بالهويه الفلسطينيه. المنهاج السوري يدرس في المخيمات الفلسطينيه في سوريا، وحاليا كل العالم الى اخره في موقفه. حتى الان لماذا لا تجرؤ الوكاله ان تغير حرف واحد في الكتاب السوري؟ المنهاج اللبناني لا يمكن للوكالة أن تغير شيء. المنهاج الأردني يدرس في الأردن ويدرس في المخيمات، لماذا لا تستطيع الوكالة تغيير أي حرف من وجهة نظر الأردنية؟ لماذا تريد في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ يعني بالنهاية هو يقول لسه كمان انه احنا لا نمس بالمنهاج، وهذه هي اللفه كمان، يعني هذا التدخل اللي هو مواد اثرائيه وليس التغييرات وليس التعديلات وليس استبدال للمنهاج الوزاري، وكانها تحايل يعني او نعم هي المنهاج لما تيجي تتعرض الماده التدريبيه، احنا عاده بعد ما يتالف الكتاب المدرسي سواء في الحكومه او الوكاله او الخاصه بيقوم عمليه تدريب المعلمين، يتم تدريب المعلمين على المنهاج او على غرار المنهاج. الان لما ادرب المعلمين واغير لهم هذه المفاهيم وكلهم التزموا بهذا وهذا اللي حدث، اذا وكانك عم تحكي بشكل اخر اللي هو المنهاج، احنا على فكره بنسميه واعتقد الكل بفهمه المنهاج المنفذ، اللي هو اخطر شيء، اللي هو اللي بيكون فيه المعلم نفسه. وانت بتكتب القران كيف بدك، بس شو اللي بده يطبقه كل واحد بطريقته. طبعا الان الكتاب موجود، اذا كان عنده تعليمات هذا المعلم انك نفذ كما اقول لك، وبالتالي هذه الكارثة الكبيرة. هو مش تغيير حقيقة، هو تلاعب في عقلنا وتلاعب في عواطفنا حتى، وهنا التزوير للوعي والتزوير للتاريخ، وبالتالي هي تزوير حقيقي. طيب. عندما أجي أقول إني أنا ما طبيتش في المنهاج،
بس أنا جيت غيرت في المادة الإثرائية وغيرت في النشاط، والنشاط هذا ما طبيتش في القدس، هذا أنا طبيت فيه لأنه كان الطقس في فلسطين مسكينه يعني هو بريء وغير في استخفاف الحقيقة نعم يعني هل فعلا بعقول يعني معقول لا بعقل الطالب ولا بعقل اللي أكبر من الطالب طيب كمان. لكن هو تحدث عن تواصل وطرح هذه المواد على وزارة التربية والتعليم، هي المادة لم تطرح على وزارة التربية والتعليم لكن عملية التواصل موجودة ونحن يعني قبل ما يتم الحديث عن مواد إثرائية كان هناك تواصل في تواصل نعم وفي جلسات طويلة على اعتبار أنه وكان هناك موقف رافض من قبل الوزارة نعم وآخر لقاء كان احنا متفقين أن الخلاف موجود وما تقربوا كثير يعني بتغيير في المنهاج لكن انه مره واحده وحتى اللي اتفقنا معاهم انهم يجوا يقولوا لا درسوا كما اثرينا احنا هذه تلك طب هل كان هناك اي اشياء ايجابيه تحدث عنها تحدث انه كان في نقاط ايجابيه تم تعرفي هي ببساطه انه بنحكي عن فلسطيني وعن ناس متعاطفين معنا يعني هو اذا بدك كاداره ما هو احنا مش كوكاله بقدر ما هي قد تكون هذا الضغوطات اللي بتمارس عليهم ضغوطات كبيره جدا احنا بجوز كوزاره التربيه والتعليم تحملنا ضغوطات اكثر على فكره في ضغوطات غير عاديه احنا نتعرض لها الوكاله تتعرض الى ضغوطات بنفس الطريقه لكن قد يكون قديش هنا الصمود قدام هذه الضغوطات او كيف البحث عن مخارج لهذه الضغوطات صحيح خلينا نختم بهذا هاي النقطه تحديدا سيد ثروت عندما نتحدث عن ضغوطات ونعرف انه كمان السياسه لا تنفصل ابدا عن الاقتصاد طبعا ولما طول يعني للاسف على مدى السنوات الماضيه العقود على مدى القصه الفلسطينيه اللي هي كمان صحيح. نتيجه لهذا صحيح. الاحتلال المتعاقب الانتداب ومن ثم الاحتلال ونتيجة لأنه إحنا يعني هناك يعني مشكلة لاجئين ومشكلة تمويل ومشكلة أزمة حقيقية كيف نحافظ على هذا على ثوابتنا الوطنية على إحنا بنحافظ على ثوابتنا الوطنية بنحافظ على أجيالنا القادمة اللي هي راح تحمل هذه الشعلة وتحمل هذه القضية في الوقت اللي إنه إحنا ما زلنا تابعين ومرتهنين بالمال اللي يقدم للشعب الفلسطيني هي على الأقل يعني في حالة توازن بتتم في حالة توازن واتزان بنفس الوقت في التعامل مع قضايا مثل هيك في قضايا لا يمكن التنازل عنها ما يتعلق بثوابت ما يتعلق بالرواية الفلسطينية هذا يعني إذا كل العالم واقف حاليا وقاعد على أقل على مستوى المناهج في هجوم غير عادي وإحنا ما نتحدث فقط على مستوى المناهج يعني على مستوى القضية الفلسطينية يعني بشكل عام يعني في كل الجوانب المختلفة أولا صار اعتراض على أنها المدرسة اسمها مدرسة الشهيد صحيح أو الشهيد دلال المغرب أو حتى مخصصات الأسرة أو حتى وزارة الأسرة والمحررين بالتالي هل مطلوب منا إحنا نتساوق مع هيك كلام إطلاقا الأصل أنت في شيء بتكسب استراتيجيا في شيء مرحلي الجانب الاقتصادي على فكره شيء مرحلي هو ليس استراتيجي لكن الجانب الاستراتيجي هو كيف انك الوعي. تستثمر بهذا الانسان الفلسطيني الانسياق وراء مطالبهم على فكره لو جردنا حنا كليا ولو جبنا النص الاسرائيلي العبري وترجمناه رايحين ينتقدونا انه مكتوب باللغه العربيه فبالتالي يعني شو ما عملنا اصلا شو ما كتب ما حدا مش لن يرضوا عن المنهجيه اللي قاعدين نطرح فيها وبالتالي لا انت بهمك تحافظ على المنهجية اللي عندك وبنفس الوقت انت بتعرض قضيتك صحيح. قضيتك انا بتخيل قضيتك مش خسراني انت قضيتك ما انت خسراني صحيح. قضيتك لكن ربحاني صحيح لكن قبل ما نختم استاذ ثروت انا بتخيل انه في مسؤولية حقيقية ليست لا تقع فقط على عاتق وزارة التربية والتعليم وانما على الفصائل على الاحزاب على صحيح. على منظومة الثقافة نعم. الوطنية الموجودة عندنا كمان من اجل الحفاظ على مثل ما اسميته حضرتك رأس المال المعرفي نعم. لحتى ما نشوف هاي الفيديوهات اللي هي كمان لما نيجي نسأل عن رموز وثوابت فلسطينية والناس مش عم تعرف عن هذا الشيء انه لا في ما زالت ما زال الوعي والثقافة الوطنية موجودة لكن لازم ننميها ولازم نحافظ عليها بحيث ما تتراجع للأسف انتهى وقتنا شكرا لوجودك معنا شكرا لك وأكيد نتمنى لكم كل التوفيق في هذا الموضوع مشاهدينا وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا شكرا لكم على المتابعة مني ومن فريق العمل كل التحية تصبحوا على ألف خير